بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يخيل إلي أن الآلهة ألبستك حلة الجمال بيديها، توافقني الرأي؟ استدعوا لي هونيفر مباشر القصر. لقد وجدت هذا تحت ثيابه سيدتي. ها
هذا الصق الذي بيع بمجيبه يوزرسيف مولاتي، ثمة رجل يدعى شمعون أقدم على بيع يوزرسيف لمالك. يجب أن يكون هذا في خزانة قصرنا وليس معك أنت. كما تشائين سيدتي. نعم مولاتي. يوزرسيف سيكون في عهدتك، أريده أن يتأدب كأفضل ما يكون. علمه آداب الإقامة في القصر وأصول التعامل مع الأكابر. لا ريب عندي أن كبير خدام قصرنا لن يواجه صعوبة في أداء هذه المهمة. هل تظنين أن انحناءه أمامي كان بدافع الاحترام؟ لا يرجى من ولد دأبه رعاية الأغنام أن يفقه شيئاً من مغزى الانحناء. ثم تسألينني سيدتي إن كان قد انحنى بدافع من الحب والاحترام؟ تلك الثياب زادته روعة وجمالاً. أرى ألا تمتدحه سيدتي جهاراً مخافة أن يغتر؟ تعال معي. هذه الحجرة التي أريتك إياها لا ينزل فيها إلا خواص الخواص من ضيوف زليخة وبوتيفار، ولكي تبلغ هذه الحجرة لا بد من اجتياز هذه الأبواب السبعة التي نجتازها، وعلى هذه الأبواب أقفال وثيقة، متى أحكم إغلاقها استحال على أي كان أن يلج الحجرة أو أن يخرج منها. مفاتيح هذه الأقفال السبعة عند مولاتي زليخة دون سواها. وها هي الإطلالة الجميلة لقصر العزيز. من هنا يسعك أن ترى بسهولة مجرى نهر النيل الكبير خلال مصر، وفي تلك الناحية في الغرب يقع ما نسميه عالم الأموات. تعال معي. هذه هي الحجرة الخاصة بمولاتي زليخة. إنها مغترة ومتكبرة من سلالة الأشراف. خذ حذرك واحرص على ألا تعصي لها أمرا أبدا. فلنذهب. هذه هي حجرة الراحة والمكتبة الخاصة بمولاي الحاكم بوتيفار. بوتيفار هو الرجل الثاني من قادة مصر العظماء. يتوجب عليك أن تتعلم كيف تنحني أمامه وسائر الأكابر وتبدي لهم فروض الاحترام والخضوع. وهذا هو سوفر أمين الكتبة وقارئ الكتب الملازم لبوتيفار. فلنذهب. في هذا المكان يتناول الحاكم بوتيفار والسيدة زليخة طعامهما. يتوجب علي أن أنقذ يوسف. لا بد لي من حيلة ما. وهل تراه أسيرا مقيدا في السجون حتى تنقذه؟ على أي حال فهو عندهم عبد. لكنني لم أر عليه أمارات العبودية وهو في ذلك القصر المهيب. إذا كان قفص الطير جميلا أفلا يكون الطير أسيرا؟ سوف أقيم في مصر ولن أغادرها.
إلا ويوسف برفقتي لأخذه إلى أبيه. لكنك رأيت بنفسك حب عزيز مصر وزوجه زليخة ليوسف. ليس بقدر حب يعقوب إياه. لا ريب عندي أن نبي يعقوب يحترق بنار فراق يوسف. ولكن يا مالك، أولم يقل يوسف إن مجيئه إلى مصر كان بمشيئة من الله تعالى؟ كانت هذه آخر رحلة تجارية. أسرع في بيع السلع والبضائع وأقفل راجعين إلى بابي. هذا مكان إقامة العبيد والخدم العاملين في القصر. السيد هانيفر، السيد هانيفر، السيد هانيفر، السيد هانيفر. جميع هؤلاء العمال يخدمون داخل قصر الحاكم بوتيفار أو في المرافق المتعددة التابعة له، وفيهم مزارع وحقول القطن والبردي. معظم العمال من الرجال والنساء موجودون الآن في مواقع عملهم. تقيم كل عائلة من العاملين داخل واحدة من هذه الحجرات. لماذا هؤلاء معدمون إلى هذا الحد؟ لماذا لا يرأف الحاكم بوتيفار بحالهم؟ انتظر حتى ترى أحوال العاملين في القصر ومزارعي حقول مدينة طيبة. أقله أننا نمنح هؤلاء مكانا للإقامة وطعاما كل يوم، ثم أننا نعتني بالنساء والأطفال. وهل يسمح لي بأن أزورهم متى شئت؟ لا أرى مانعا، ولكن يستحسن أن تطلب إذنا مسبقا من الحاكم بوتيفار ومن السيدة زليخة. هؤلاء هم العبيد المكلفون بحمل الهوادج. هيا بنا. هنا تتم دباغة ورق البردي. فليحيا عالي المقام هونيفر. البردي ورق نتخذه للكتابة. كنا نستعمل جلود الحيوانات قراطيس للكتابة، ولكن البردي أجود بكثير. هل أنت تجيد الكتابة؟ الذي خلقني علمني أن أخط بيميني. هذا جيد. ما أسعد السيد بعبد يجيد القراءة والكتابة. أنت قلت، من علمك ذلك؟ الذي هو أولى من نفسي بي، إنه عارف بجميع اللغات. لا بأس، لنذهب. في هذا المكان يحاك الكتان، والكتان من صنف الأقمشة التي نلفها حول الخصر أو نخيط منها الثياب والألبسة. الكتان الرفيع المحاك هنا هو أجودها، ويشتهر بالكتان السلطاني. هذا المعمل لا يحوك الكتان لغير المقيمين في القصر. يحرص العاملون هنا على حياكة أجمل الأقمشة
وألطفها لمولاتي السيدة زليخة التي تنحدر من سلالة الأشراف المصريين. فلنذهب. هذا مصنع أواني الفخار. أهلا بسيدي هنيفر. ثمة عربة مرت فوق بضعة أنابيب مخصصة لنقل الماء فحطمتها، عليك أن تستبدلها. أهذا مناسب سيدي؟ أجل أجل، هذا سيكون ملائما. إذن سأباشر الآن في صنعه. جيد. هذا مخزن مؤونة القصر. في هذا المكان تحفظ جميع الحبوب والبقول الخاصة بمخبز القصر أو بمطبخه. ما الذي يشغلك يا هذا؟ انتبه إلى عملك. احرص جيدا على ألا تتكلم أو تنبس ببنت شفا إلا إذا نوديت أو وجه إليك سؤال. زليخة امرأة متكبرة، وكسائر المقيمين في البلاط يسعها أن تكون متشددة وعديمة الرحمة. هاي أخ، تمهل. هذا هو مطبخ القصر، وهنا يعدون أصنافا وأطباقا متنوعة من الطعام. طعام الخدم والعبيد على حدة، وطعام المباشر والكبراء على حدة، أما طعام الحاكم بوتيفار وزوجته زليخة فيعد بمعزل عن الآخرين. لماذا يعدون أصنافا متنوعة؟ أولا يسع الجميع أن يأكلوا من طعام واحد؟ يا له من سؤال ساذج. فالحاكم بوتيفار والسيدة زليخة ليسا سواسية مع سائر العبيد والخدم. هذا هو يوزارسيف. سيعمل يوزارسيف بدءا من اليوم على مساعدتكم في توزيع الطعام. إنه ولد متعلم ويسعه أن يحصي من على لوح سندفعه إليه عدد الوجبات الخاصة بكل قسم ليطلعكم عليها. هل ترى مبلغ الشوق في أعينهم؟ لقد اجتمعوا هنا لأجلك أنت. ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ عودوا وأدوا أعمالكم. هيا باشروا العمل. فلنذهب. هذا هو معبد القصر، يقصده الحاكم بوتيفار والسيدة زليخة وسائر أهل البلاط لأجل طقوس العبادة. لقد خصصنا هذا الموضع لأجل الحفاظ على آلهتنا. أتعني أن تقول إن آلهتكم يعوزها المكان؟ هذا من نافل القول. لن نترك الآلهة في العراء لينال منها الريح والمطر. فليحيا المحترم هونيفر مباشر القصر. عهدك أن تتفقد القصر في الصباح، فلماذا الآن في منتصف النهار؟ يوزارسيف معي كي أريه أرجاء القصر. أردت أن يتعرف على أقسامه والمقيمين فيها. ما الخطب؟ أحدهما سرق ذهبا وجواهر،
إنهما من حراس القصر، لكنهما يأبيان الاعتراف ويتبادلان التهم. لا بأس، فلنغادر المكان. ترى من السارق بينهما؟ أظنه النحيف. أرى أن يتدليا من حبل المشنقة ليعتبر سائر الحراس والعاملين في القصر. احرص على أن تشنقهما معا إذا لم يعترفا. ولكنني لم أسرق شيئا، أقسم أنني لم أسرق الذهب يا سيدي. لا أفهم شيئا منكما وسط هذا الضجيج. سيدي هونيفر، أقسم بالآلهة إنني بريء، لا ذنب لي. هل تراني سرقت شيئا من قبل؟ أساسا لم تكن نوبة حراستي في اليوم الذي حصلت فيه السرقة. لا أعرف لماذا جلبتموني إلى هنا سيدي. في نهاية المطاف سنعرف أيكما هو اللص، لذا أنصحكما بأن تقرا فورا وتضعا حدا لهذه المهزلة. لكنه يقول إنك حضرت في موضع حراسته من غير أن يفطن إليك. أنا حضرت في موضع حراسته؟ هذا محض افتراء، إنه يكذب عليكم. لقد أخطأت، كنت مجبرا. أتعلم ماذا عسي أقول؟ غفوت للحظة. وهل كان القصر مهجورا في حينه حتى تراني دون الآخرين؟ يتوجب على الحارس أن يكون مستعدا لكل شيء قبل أن يحضر في موضع الحراسة. ما كان يجدر بك أن تنام؟ أنت هو المذنب، قد غفلت عن موضع حراستك وتدعي كلاما بغير شاهد أو دليل. لكنني لست لصا يا علي المقام، أرجوك أن ترأف بي. أنا آسف، أطلق سراح نينفر كبتا وارموا هذا الرجل السارق في السجن. أنا لست لصا يا علي المقام، أقسم بحق الآلهة أنني لم أسرق شيئا، أرجوك ارحمني. أغلق فمك أيها اللص. لعنة الآلهة نينفر، فلتصب الآلهة عليك نيران غضبها نينفر. أغلق فمك. لماذا تتكتم على الحقيقة؟ صدقني لست لصا يا علي المقام، أقسم أنني لم أسرق. أستطيع أن أكشف أيهما السارق؟ لا يا بني، لا تقدر علي. أؤكد لك أنني أقدر، أولست تريد أن تعرف من السارق؟ بلى، ولكن كيف عساك أن تميز بين السارق والبريء؟ أخذت ذلك عن أبي، فهو أعلم الناس بفنون القضاء. هل أنت واثق؟ أجل أيها المحترم، سترى ذلك بأم العين. لا بأس. الويل لهما. أنا أعرف السارق، لذا أنصحه بأن يعترف وألا يزيد وزرا على أوزاره. أساسا لم تكن نوبة حراستي في اليوم الذي وقعت فيه السرقة. صدقني سيدي، إنه السارق بعينه. أنا لا ذنب لي، لم أسرق شيئا، لا دليل أقدمه، لكنني رأيته وهو يخرج من حجرة الذهب. أنا أعرف أيكما البريء، فليطمئن قلبه والتقر عينه. وأعرف أيضا أيكما السارق، وسرعان ما سيفتضح أمام الناس. أطلب إلى المحترم هونيفر بأن يأمر الجلاد ليباشر بضربه عنق المذنب متى ما أشرت إليه. أنا لا أريد سوى كشف هوية السارق. رودامون على أتم الاستعداد. سأعالجه بضربة واحدة، يكفي أن تشير علي بذلك. أيها المحترم رودامون، فليركع هذان المتهمان. فليعصب الحراس أعينهما. نفذا. المناديل.
سأمنح السارق فرصة أخيرة للاعتراف. إذا أقر الآن بذنبه فسوف أصفح عنه، أما إذا ماطل واضطررت لأكشف عنه بنفسي فسيضرب رودامون عنقه فورا. هذا هو اللص، استل سيفك من غمده. ولكن لا لا لا، هذا هو اللص، اضرب عنقه. لا لا، سوف اعترف، انا سرقت الذهب، لقد اخطأت. اصفح عني ايها المحترم رودامون، لا تضرب عنقي، اصفح عني، اصفح عني، اصفح عني ارجوك. ظننت انك سوف تخدعنا وتنجو بفعلتك. ها، احسنت يوزر سيف، احسنت. خذوه من هنا. أحسنت يا بني، كنت رائعا، ظننت أنك ستفشل في هذا الاختبار. أشكرك كثيرا. لا انهض. أشكرك كثيرا يوزر سيف، لولاك لكنت أنا البريء مرميا في السجن، فلتحفظك الآلهة. لولا رغبتي في إنقاذك من القصاص لما سمحت بأن يفتضح نينفر أمام الناس. ليس بريئا كما يخيل إلينا، إذا تجرأت على مغادرة موضع حراستك مرة أخرى فسوف أعاقبك. أشكرك سيدي، أشكرك كثيرا. حسنا يا بني يا عزيزي، فلنذهب، تعال معي. ما أفطنه وأذكاه، هل رأيت كيف أوقع به وكشف أمره؟ إنه جميل وفاطن. لازلت غير مصدق كيف أن ولدا احتال على لص بهذه الطريقة. لقد توهم أنه يوشك أن تضرب عنقه فسارع إلى النهوض من مكانه وأقر بجرمه معترفا بأنه السارق. صرخ قائلا: لا تضربوا عنقي، لقد اقترفت جرما، سرقت ذهب القصر، سوف أعترف بذنبي. وهذه الحيلة من يوزر سيف أذهلت جميع الحاضرين. لم يخطر على بال أحد أن طفلا مثله سيكون فطنا إلى هذا الحد. سأجدد شكري للحاكم على هذه الهدية النفيسة التي حباني بها. يوزر سيف يجيد الكتابة أيضا، بدءا من اليوم لن يأكل أحد أكثر من حاجته. يوزر سيف تكفل بأن يدون حصص الأقسام والمقيمين فيها على جدول مخصوص. ما أسعد السادة بعبيد يحسنون الكتابة والقراءة. أي الأماكن اخترت ليكون موضع إقامة يوزر سيف؟ لم نقرر ذلك بعد. هذا واضح، في منامة العبيد لا حاجة إلى قرار. لا لا، ليس وسط العبيد، يجب أن يبقى هنا داخل القصر في الحجرة التي أريته إياها. قل لي يوزر سيف، هل أعجبتك تلك الحجرة؟ أشكرك جدا، إذا سمحت سيدة القصر أود أن يكون مبيتي على مقربة من العمال والعبيد. أنا من يقرر أين ومع من يكون مقامك ومبيتك، هل فهمت ذلك؟ يحظر تواجد عبد من العبيد داخل القصر، وهذا الأمر سيدتي سيثير حسد سائر العبيد. عندما أبدي أنا ورب هذا القصر الحاكم بوتيفار مودة تجاهه، لا يحق للآخرين أن يبدوا رأيهم. يوزر سيف، بني، أنا لم أرزق بولد، فاعتبرني بمثابة أبيك، وإذا ما واجهت مشكلة فلا تتوانى عن المجيء إلي.
شكرا لك. يا ذئاب كنعان، أنا أناديك، أنا أناديك، هل تسمعينني؟ لما أنت ساكتة؟ أبي، وهل تقدر الذئاب على الكلام مثلنا؟ كلا يا بني، لكن الذئاب سوف تزعم لي وتنزل عند أمري بمشيئة الله. انظر، انظر، ها قد جاء ولدي. أي مهلكة أوردتم فيها أخاكم يوسف؟ لماذا لا تجيبني يا لاوي؟ قلنا لك إن الذئب... أنتم تكذبون، لقد أنكر الذئب وقال إنه لا علم له بيوسف. الذئب؟ ولكن أبي، كيف يستطيع الذئب الإنكار؟ أنا سمعت كلامه، لقد حدث أبانا، قال إنه لم يفتك بيوسف أبدا. اعترفوا بما صنعتموه بيوسف قبل أن يفوت الأوان، لا زالت الفرصة سانحة. الحقيقة لا تعد ما قلناه سابقا، لقد فتك الذئب بيوسف. لا تفتروا على الذئب، ما نزل بيوسف كان بأيديكم يا ذئاب الإنس. توبوا إلى الله وأفشوا حقيقة ما جرى. إن الله لا يفتح باب التوبة لأي كان، لا سيما لأولئك الذين قلوبهم كالحجارة. وداعاً يا مالك، على أمل اللقاء. وداعاً. Thank you.
استدعوا إلي يوزر سي فورا. نحن معا منذ بضع سنين، وقد أيقنت أنني لن أرزق بولد أبدا، ولم أشأ أن تظلي محرومة من نعمة البنين لعلة في زوجك. لم يمض على زواجنا سوى بضع سنين يا مولاي، فما أدرك أننا لن نرزق بولد في قابل الأيام؟ ثم إن مودتي واحترامي لإله الحاكم بوتيفار خالصة ولا تشوبها رغبة الأمومة. لا يعتريني الشك أبدا في خلوص مودتك تجاهي، ويوزر سيف كان مكافأة لك على خالص المودة لي. علمت أنه سيسرك أن تتخذي ولدا مثل يوزر سيف ابنا بالتبني. لا شيء يدخل السرور على قلبي مثل حبك إياي، ويوزر سيف سيكون مكرما عندي لأنه هدية منك. إذا حدث ورزقنا بولد ذات يوم، فهل ترينه سيكون جميلا وجذابا مثل يوزر سيف؟ ربما، لكنه ولا ريب لن يكون فطنا ونبيها مثله. ماذا صنعت حتى تبالغ السيدة زليخة في مدحك وتمجيدك؟ الحيلة التي استعملها اليوم يوزر سيف لكشف هوية سارق الذهب أذهل جميع من في القصر. يا مولاي، يكاد لا ينقطع الحديث في جنبات القصر عن مبلغ فطنة يوزر سيف. يقول الجميع إن يوزر سيف كشف أمر نينيفر كابتا فسجن. لقد برهنت منذ اليوم الأول على أنك جدير بأن تكون ابنا بالتبني للسيدة زليخة. سمعت بنفسي أنهما قررا أن يتخذاه ولدا لهما بالتبني. زليخة، زليخة رضيت أن تتخذ يوزر سيف ابنا بالتبني؟ لم تقل شيئا، لكنها بدت موافقة. حقيقة الشائعات التي سمعتها سيدتي؟ لا علم لي بها، لكن أظن أنها تتعلق بيوزر سيف. هل حقا قررت أن تتخذيه ولدا بالتبني؟ خيار جيد، أليس كذلك؟ لكن هذا يتعارض مع تقاليد أبائنا وعقيدة أهل مصر. يوزر سيف شخص أجنبي من العرق الأدنى، ولا يليق بابنة أشراف مثلك أن تتخذه ولدا. متى اتخذته ولداً سيعلو ذكره وسيصبح ذا مقام رفيع؟ وماذا عن إيمانه ومعتقده؟ ما أدرك أنه ليس عدواً لأمون ومعارضاً لديانة أهل مصر؟ ما أغرب ما تقولين؟ الشتول الفتية طيعة ومرنة، ويسعك أن تقومي اعوجاجها بيسر. أنصحك بأن تصرفي النظر عما عزمت عليه، هذا ليس في صالحك. اتخذت قراراً لعودة عنه، وأدعوك أن تؤازريني عوض أن تسمعيني كلاماً محبطاً. إذن سأرمي آخر ما في جعبتي. لقد قصدت اليوم ساحر معبد آمون سيدتي، وأعطيته اسم وأوصاف يوزر سيف. هل تعرفين ماذا قال؟ قال لي إن هذا الولد عدو لزليخة، وإنه سيكون سبباً في دنو مقامها وسيباغض الآلهة إلى قلبها. وقال أيضاً إنك ستعرضين عن الآلهة وتنصرفين إلى عبادة إله آخر. أي كلام تافه هذا الذي ترددينه؟ هو لا يعد كونه ولداً، ويسعني منذ الآن أن أعلمه وأربيه وأنشئه وفق ما أهوى وأرغب.
هيئيه بدءا من الغد ليحضر عندي كل يوم. أريد أن أعرفه إلى تقاليد أهل مصر وأن أعلمه شرائعهم. ساعديني في هذه المهمة. لم أقل ما قلته إلا بدافع الحرص. سأفعل كما تريدين سيدتي، ولكن إياك أن تلوميني على التقصير في النصح. جئت لأخذ غداء الحاكم بوتيفار. لا طعام ولا كلام حتى يحضر يوزرسيف. عهد إليه بمهمة تعداد واختيار الأطعمة. ما أسرع ما تسلل إلى داخل البلاط. علمت أن بوتيفار وزليخة يودان أن يتخذاه ولدا لهما. تنحوا جانبا، تنحوا جانبا. تعداد العاملين والمقيمين في القصر محفوظ عند يوزرسيف. لا تعطي أحدا طعاما أكثر مما يقرره يوزرسيف. عشرون وجبة لحراس القصر. عشرون وجبة. عدد كهنة المعبد لا يتعدى 5 أنفار، فلماذا 20؟ هل تريد أن تحرم آلهة المعبد من الطعام؟ لم أرى آلهة تمد أيديها إلى الطعام. لا، أنت مخطئ. أوليس يتوجب علينا أن نقدم أرزاق الخلق للآلهة حتى تبارك لهم فيها؟ ومن الذي سيأكل هذه الوجبات الزائدة بعد أن تتفضل عليكم الآلهة وتبارك في الطعام؟ الطعام الذي تباركه الآلهة يكون من نصيب الكهنة وخدام معبد الآلهة. هذا يعني أن كل كاهن يأكل 4 أضعاف ما يأكله الآخرون. وهذا يفسر كيف أن كهنة المعبد دائما أشد سمنة. الكهنة وأقاربهم يزدادون سمنة يوما بعد يوم بذريعة بركة آلهة المعبد، في حين أن سواد الكادحين في القصر بالكاد أجل أنت محق. وماذا لو لم تبارك آلهة المعبد طعامنا نحن العبيد؟ لعل الطعام سيصبح فاسدا داخل أمعائنا. كف عن ذلك. إذا كنتم تتجاسرون على خدمة المعبد، على الأقل احترموا حرمة آلهتها. هيا. لقد انسلت هذه الساحرة وذهبت لتجيد ليوزرسيف. مكتوب أن عدد كهنة المعبد والعاملين فيه لا يتعدى 5، لذا تصرف للمعبد 5 وجبات. لا دخل لك بهذه المسائل. سنستوفي اليوم 20 حصة كما كنا نفعل في الماضي. اليوم أعطي الكهنة ما يطلبونه، ريثما أعرض الأمر على المحترم هونيفر. سبحان الإله الذي أذل الكهنة. لم يجرؤ أحد حتى الآن أن يعترض على جشع هؤلاء. أحسنت بني، أحسنت. بداية فضح نينيفر كبتا، والآن فضح هؤلاء الكهنة. أرأيتم كيف صنع هذا الولد بنينيفر كبتا وساقه إلى السجن فورا؟ إنه ولد فطم وجريء. جاء هونيفر. كيف تجري الأمور يوزرسيف؟ هل واجهت مشكلاً ما؟ كلا يا سيدي. يوزرسيف تشاجر مع بعض كهنة المعبد،
أراد أن يحول دون طمعهم. كلمة ما كانت هنا ورأت ذلك. يخيل إلي أنها وسائر كهنة المعبد يدبرون مكيدة لهذا الولد. هل طعام عالي المقام جاهز؟ بلى أيها المحترم. هاته ولنذهب. تعال معي يا يوزرسيف. وزع الطعام وفق الإحصاء المعتمد كل يوم ريثما يرجع يوزرسيف. فلنذهب. لم تكن حاضرا حتى ترى المقيمين في القصر وهم يسخرون منا. وانحاز إليه جميع العاملين والخدم. لقد عمد بوتيفار إلى ولد وجعله أمينا على توزيع الطعام للمقيمين في القصر. هنفر نصبه في هذا الموقع. لا شك في أنه يكفر بآلهتنا ويأبى السجود لها. إذا كان الأمر كذلك فلن أسمح له بأن ينجو بنفسه أبدا. سوف أكلم بوتيفار والسيدة زليخة بخصوص هذا الولد، لا تقلق أبدا. يوزرسيف، يوزرسيف، هذا أنا. نيمي سابو، ما الأمر؟ ماذا تفعل هنا؟ هل حقا أنك كافر ولا تعبد آلهتنا؟ ماذا تقصد بكلامك؟ قبل قليل سمعت الكاهن خوفو يكلم خادم المعبد ويقول له أنه سيسعى في قتلك إذا ثبت له أنك لا تسجد لآلهتنا. لن يصيبني مكروه أو سوء إلا إن شاء ربي. قل لي، هل أنت كافر؟ خذها عني كلمة واحدة، أنا لست كافرا، بل أعبد الإله وأسجد له. عن أي إله تتحدث؟ عن إلهك أنت، إلهي أنا، إله العالمين. حسنا، لقد سكن روعي. هل تعلم أن الله بعثك لأجل أن تنقذني وتخلصني؟ تكلمني؟ لا لا لا، كنت أحدث نفسي. لا عليك، اذهب. هل تأتي لكي نلعب؟ حسناً، سآتي. ليتك كنت حاضرة حتى تري عمال القصر وقد انحازوا إليه وراحوا يهزؤون بالكهنة. ولكن كيف يسع ولدا صغيرا أن يهزأ ويسفه كهنة معبد الآلهة؟ صار يشهر بهم قائلا إنهم يستوفون الطعام باسم الآلهة فيأكلونه ليزدادوا سمنة. سأفاتحه بالأمر وأعاتبه. لا ريب عندي سيدتي أنه يكفر بالإله أمون ويأبى السجود للآلهة. مولاي بوتيفار ينتظرك مولاتي، فقد حان وقت تناول الطعام. راقب هذا الولد جيدا، إذا أثار حنق سادة المعبد فستكون حياته عرضة للخطر،